السيدة تيماء خوري قعوار افتتح بازار خيري أقامته مجموعة حاملات الطيب الأرثوذكسية، وذلك في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في صوفية بحضور قدس الأرشمندريت سلوان وستحنونة والأيكونومس إبراهيم دبور. واشتمل البازار الذي شاركت به عدد من السيدات والشباب وخصص ريعه لدعم العائلات المحتاجة على مشغولات يدوية ومأكولات بيتية وزينة عيد الميلاد وتحف وشموع وأطعمة متنوعة وتشكيلة من الحلويات الشرقية. هذا البازار يقام مرة واحدة في العام ولمدة يوم واحد كل سنة، وهذا ريعه يعود توزيع الفقراء المحتاجين. هاي المجموعة التابعة لهي الكنيسة صار لها من سنة 1990 لحد اليوم بتعمل نشاطات اجتماعية وروحية، وبالتالي بتستطيع انه تطبق كلام الله عمليا، لانه القديس يعقوب قال الرب يقول ارني ايمانك وانا باعمالك اريك ايماني. فالعمل واعطاء الفقير والمحتاج هي اهم من اعمال الرحمة.